تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عينة من باكورة إنتاج أكبر حقل نفطي الذي تم الإعلان عنه من قبل اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم على هامش جلسة مجلس الوزراء. وقد نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية هذا الاكتشاف في تغذية عناصر التنمية باحتياجاتها التي تكفل لها الديمومة وتضمن حصول المواطن على الوضع الخدمي والمعيشي الذي يحقق طموحاته وتطلعات الحكومة له، مشيدا سموه بالجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في هذا الاكتشاف الضخم الذي جاء نتاجا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وسيكون بإذن الله انطلاقة لمرحلة جديدة من التنمية والازدهار.